اختتمت اليوم أعمال ورشة العمل الرابعة حول تبني أفضل الممارسات في تطبيق برنامج المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي أقامتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع برنامج تنمية القانون التجاري CLDP التابع لوزارة التجارة الأمريكية. وأقيمت هذه الورشة لمناقشة الآليات الأمثل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر، والذي نص على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونسبة قدرها 10% من مزايدات المرافق الخدمية. هذا واستعرض الخبراء من برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، استعرضوا عدة عروض تناولوا فيها المواضيع التقنية المتعلقة بإنشاء موقع إلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل على الجهات الحكومية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر. وضعنا برامج، وضعنا خطط لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من ضمنها إنشاء مركز البحرين للصادرات لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى عندنا المشتريات الحكومية اللي الوزارة لعبت دور كبير فيه رفعه إلى مجلس الوزراء وتم إقراره. الورشة بعنوان إن البست إمبليمنتيشن حق البروجرام والبروكورمنت، وناقشنا فيها طبعا مواضيع كثيرة. أهم شيء اليوم تطرقنا له التندرينج والتخصيص نسبة من المناقصات حق الاسميز اللي هم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هذه كان أمل الجمعية سيرة الأعمال بالذات، وكنا نسعى له من سنين، يعني أزيد من 6 سنوات 7 سنوات وحدنا نشتغل ومركزين على هذا الشيء، والحمد لله تحقق. ورشة العمل اليوم احنا نتكلم عن تأهيل المقاولين اللي هو pre-qualification، وعطينا عرض مرئي للحضور سواء من الجهات الحكومية والجهات الخاصة. شرحنا طريقة تأهيل كل المقاولين أو كل الشركات أو الشركات اللي حابة تدخل في المشاريع الحكومية، وتركيزنا كان على الشركات الصغيرة والمتوسطة. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1722 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية بقيمة قدرها 70 مليون دينار بحريني. وأوضح المصرف في بيانه أن فترة استحقاق الأذونات هي 3 أشهر، وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 4.17% مقارنة بسعر الفائدة 4.13% للإصدار السابق، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 110%. وبذلك يبلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار وقيمته 2.1 مليار دينار بحريني. والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقة البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية، حيث أقفل مؤشر البحرين العام في تداولات اليوم بتقدم بنسبة 0.35% مقفلا عند مستوى 1356 نقطة، حيث شهدت تداولات اليوم دعما من قطاع البنوك التجارية، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 5,954,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 5,580,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 91 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية بنسبة 90% من إجمالي التداولات.
أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، السوق المالية السعودية كانت مغلقة اليوم بمناسبة عطلة اليوم السعودي الوطني. نبدأ مع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت التي أغلقت بتراجع بنسبة 0.12% مقفلا عند مستوى 5282 نقطة، وذلك على الرغم من إدراج الكويت ضمن الأسواق الناشئة الثانوية بمؤشر فوتسي راسل. ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي شهد تراجعا بنسبة طفيفة بنسبة 0.07% مقفلا عند مستوى 4888 نقطة، بتراجع من قطاع البنوك وسط ارتفاع في حركة التداولة اليوم. سوق دبي المالي أغلقت على تراجع بنسبة تقارب 13 نقطة مئوية مقفلة عند مستوى 2753 نقطة، متأثرة بشكل رئيسي من تراجع مؤشري البنوك والخدمات. في حين شهد سوق مسقط للأوراق المالية انخفاضا كان الأكبر في تداولات اليوم بنسبة 0.74% مقفلا عند مستوى 4453 نقطة، متأثرة بتراجع عدد من الأسهم القيادية. أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال اجتماع منظمة أوبك في الجزائر أن مستوى الاستقرار الحالي مع بلوغ أسعار النفط مستوى 80 دولارا للبرميل يعتبر مرضيا للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأشار الفالح إلى أنه وفقا للأرقام الحالية فمن المستبعد جدا زيادة الانتاج في العام المقبل، وأكد أنه سيتم فعل كل ما يلزم للحفاظ على توازن السوق متوقعا أن يتجاوز العرض مستوى الطلب العام المقبل. وقال الفالح إن الاهتمام ينصب حاليا على ضمان عدم زيادة المخزونات في 2019، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على خفض نسب الالتزام باتفاق خفض الانتاج إلى 100%. هناك انخفاضات حادة من انتاج بعض الدول وسيكون هناك شح في الامدادات، ولذا اتفقنا في شهر 6 في فيينا أن نخفض من نسبة الالتزام الأعلى من المطلوب. نعتقد الأهم من إعادة التأكيد على قرار شهر 6 في فيينا هو الإجماع التام على المحافظة على العمل المشترك، على موازنة الأسواق بين العرض والطلب، وإعداد مقترحات للعمل المشترك وخطة إنتاجية ل 2019 لكي نتأكد أن الأسواق لن تفقد التوازن الذي عملنا يعني بمشقة للحصول عليه خلال السنتين الماضيتين ولله الحمد. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. سنغافورة تغرم شركتي أوبر وغراب بمبلغ 9.5 مليون دولار بسبب انتهاكهم قوانين مكافحة الاحتكار. أشارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بالاقتصاد المصري وقالت إنه يبدي علامات قوية على التعافي في ظل خطة إصلاح مدتها 3 أعوام، مؤكدة على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة. وفي بيان عقب اجتماعها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك، قالت لاغارد إن الصندوق لا يزال ملتزما بدعم مصر. وقالت في البيان أن اقتصاد مصر يبدي دلائل قوية على التعافي ومعدل النمو الاقتصادي من بين الأعلى في الشرق الأوسط. أرسلت المفوضية الأوروبية تحذيرا ثانيا للمملكة المتحدة تطالبها فيه بدفع مبلغ 2.7 مليار يورو كمستحقات عن رسوم جمركية فشلت بريطانيا في جمعها على واردات صينية في الفترة من 2011 وحتى 2017.
وقالت المفوضية أن الحكومة البريطانية انتهكت أيضا تشريعات ضريبية أو ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى خسائر إضافية محتملة لميزانية الاتحاد. وتابعت المفوضية إنه على الرغم من تحذيرات الاتحاد من مخاطر الاحتيال المتعلقة بواردة المنسوجات والأحذية الصادرة عن الصين منذ عام 2007، إلا أن المملكة المتحدة فشلت في اتخاذ إجراء فعال لمنع هذا الاحتيال. دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 10% حيز تنفيذ رسميا على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، ما يزيد المخاطر على النمو العالمي. وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه الرسوم الجمركية يوم الاثنين، ومن المتوقع أن ترد بكين على الفور بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 5% أو 10% على واردات سنوية من المنتجات الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار، في تصعيد للحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. والآن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أعلن مؤشر ستاندرد أند بورس عن إعادة تنظيم 3 قطاعات من أصل 11 قطاعا في المؤشر، إذ سيتم إنشاء قطاع جديد تحت اسم خدمات التواصل يحل مكان قطاع خدمات الاتصالات، ويضم القطاع شركات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، ويكون بحجم أكبر من القطاع السابق وبتوجه يتركز على النمو. وتهدف هذه التغييرات بشكل رئيسي إلى فتح فرص الاستثمار في الشركات الكبرى والأكثر شعبية في ستاندرد أند بورز. وسيتم فصل شركات التكنولوجيا العملاقة الخمس فيسبوك وأمازون وأبل ونتفليكس وجوجل. قررت سنغافورة تغريم شركتي أوبر وغراب لخدمة نقل الركاب بمبلغ 9.5 مليون دولار بسبب انتهاكهم قوانين مكافحة الاحتكار عقب قيام الشركة الأسيوية بالاستحواذ على أعمال تشغيلية لمنافستها الأمريكية. وأعلنت لجنة المنافسة والمستهلك في سنغافورة أن قيمة أجرة النقل زادت بمستوى يتراوح بين 10 إلى 15% بعد الاندماج المناهض للمنافسة. وفي مارس الماضي باعت شركة أوبر أعمالها في جنوب شرق آسيا إلى شركة غراب المنافسة. وطالبت اللجنة شركة غراب بعدم توسيع الترتيبات الاستثنائية مع مشغلي سيارات الأجرة والسائقين لأنهم منعوا توسع المنافسين المحتملين.